السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي في قناة تداول العربي، أرحب بكم في هذا الفيديو الجديد والذي نتكلم فيه عن سهم شركة الدوائية في سوق الأسهم السعودي رقمه 2070-070. آخر إغلاق لهذا السهم، آخر سعر إغلاق كان يوم الخميس 19/8/2021 ميلادي، بسعر حوالي 51 ريال و80 هللة. الآن آخر توزيع أرباح عن هذه الشركة كان بواقع 1 ريال في شهر 5 مايو أيار 2021، طبعاً هذا ليس عن النصف الأول 2021، شهر 5/2021 ميلادية بواقع ريال سعودي، 1 ريال سعودي. الآن الأرباح المعلنة عن النصف الأول في سنة 2021 بلغت حوالي 54 مليون ريال سعودي، بينما كانت الأرباح المعلنة عن النصف الأول في سنة 2020 السنة الماضية حوالي 68 مليون ريال، يعني أعلى قليلا ريال سعودي أرباح، بينما بلغت ربحية السهم عن النصف الأول في سنة 2021 حوالي 48 هللة مقابل ربحية 59 هللة عن النصف الأول في سنة 2020. الآن 48 هللة عن النصف يعني ريال في يعني حوالي 2%، تقدر تقول انها في مستوى متوسط، يعني متوسط 2% نسبة الربح على السعر. الآن ارباح موزعة عن النصف الاول 1 ريال طبعا عن في شهر 5، لكن لم توزع الشركة حتى هذه اللحظة عن 2021، لكن التوزيع الماضي اذا كان نصفي فهو جيد، يعني تقدر تقول يعني بكون بعطيها انها في ضمن فئه الجيد الى جيد جدا، اذا كان هذا التوزيع نصفي، لكن بشرط انه يكون في توزيع مستمر، يعني توزيع على النصف الاول ايضا 2021. الان هذا سهم من الاسهم الراسخه والثابته في سوق الاسهم السعوديه الدوائيه، من الشركات اللي استفادت حتى من جائحه كورونا، يعني 68 مليون 2020 ارباح في النصف الاول. طبعا نتوقع ايضا ان تستفيد اكثر، يكون هناك مبيعات اكثر وارباح اكثر في الفتره القادمه 2021 وفي 2022. هذه ليست توصيه بهذا السهم ولا بغيره، ولا توصيه باسهم هذا القطاع او بغيره، انما وليس التنفير من اي سهم اخر، لكن هذا واقع الحال وشرح للارقام والارباح والبيانات. نتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.